أصدقائي وصديقاتي، معكم الطالب سمير محمد زكريا في صف رابع واحد. أحببت اليوم أن أقدم لكم تجربة لمادة الفنون البصرية. بداية ندخل إلى البرنامج جوجل، نكتب الحيوان الذي نحبه. أنا أحب أن الحيوان المفضل هو الأسد. تطلع لنا هذه الصورة ومكتوب عليها يمكنك رؤية الأسد بالحجم الفعلي عن قرب. نضغط على عرض ثلاثي الأبعاد، بعدها نضغط على عرض في مساحتك، والآن سوف يظهر لنا الأسد. هو الأسد، إنه أمامي ولكنه 3D ليس حقيقي. يمكننا أيضا أن نختار أي حيوان نحبه، مثال النمر أو الببغاء. ها هو الببغاء، إنه يظهر إلينا الآن. ها هو، إنه فقط 3D ولكنه يظهر على الواقع. وشكرا لحسن استماعكم. كان معكم الطالب سمير محمد زكريا تحت إشراف المعلمة لمادة الفنون البصرية عبيرنا.